شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية صباح اليوم ختام بطولة وزارة الداخلية للرماية الأولمبية في دورتها الخامسة، والتي نظمها الاتحاد الرياضي للأمن العام بالتعاون مع الاتحاد البحريني للرماية، وذلك بحضور معالي الشيخ علي بن عبد الله آل خليفة المستشار بالديوان الملكي ومعالي الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرماية، وسعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، ومعالي الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، وسمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وكيل وزارة العمل رئيس رماية الشوزن بالاتحاد البحريني للرماية. وبهذه المناسبة أكد معالي الوزير أن رياضة الرماية ذات خصوصية تاريخية وتتطلب مهارات واشتراطات محددة في الرماة، منها التركيز والقوة والدقة، ولذلك فإننا نعمل على تشجيعها والتوسع فيها، معربا عن شكره وتقديره لمعالي رئيس الاتحاد البحريني للرماية على دوره المتميز في إنجاح البطولة والتي شاركت فيها كذلك قوة دفاع البحرين والحرس الوطني. وفي كلمته التي ألقاها خلال مراسم تتويج الفائزين، رفع العميد خالد الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام باسمه وبالنيابة عن منتسبي الاتحاد أصدق التهاني والتبريكات لجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم. وأشار إلى أن تنظيم البطولة يأتي تنفيذا لتعليمات معالي وزير الداخلية وحرصه على النهوض بالعمل الرياضي في كافة مجالاته لتأتي رياضة الرماية كمثال حي على هذا الدعم. وقد تفضل معالي وزير الداخلية ومعالي رئيس الاتحاد البحريني للرماية بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات الرماية، وهي مسابقة البندقية 10 متر هوائي، مسابقة المسدس 10 متر هوائي، مسابقة البندقية 50 متر ثلاثة أوضاع، مسابقة الشوزن، ومسابقة القوس والسهم، حيث هنأ معاليه الفائزين متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح في المسابقات والبطولات المقبلة، ومشيدا بالمستوى التنظيمي المتميز والروح الرياضية والمنافسة الشريفة بين الرماة المشاركين. بعدها قام معالي الوزير يرافقه الحضور الكريم بجولة في معرض الإنجازات والأسلحة القديمة والذي يأتي تجسيدا لما حققه الاتحاد البحريني للرماية، كما اطلع على التجهيزات القائمة والأسلحة والمستلزمات والمعدات الخاصة بفرق الرماية، مشيدا معاليه بما يحمله المعرض من مضامين تاريخية في مجال الرماية والوصول إلى هذا المستوى المتميز من الإنجاز في مجال تطوير هذه الرياضة الأصيلة.